مثلا هذا المثال نرجع نشوف شلون نحله. اشوف منطيني الاف اوف اس يساوي لي تان انفرس الاس، اوكي انا اعرف اذا هذا اقدر اشتقه تان انفرس اس يساوي لي 1 على 1 زائد اس سكوير، يعني الاف اوف اس اني اقدر اشتقها. زين شلون راح اقدر اخذ له الانفرس؟ اجي اشوف على هذا القانون اللي انا عندي، اذا كانت الفانكشن مضروبه في تي فاللابلاس ترانسفورم لها هو ماينس مشتقه الاف اوف اس، اللي اخذ الاف اوف اس للاف اوف تي واشتقها واضربها في الماينس، هذه للداله اللي مضروبه في التي. فاجي اذا اشوف اني الاف اوف اس اقدر اشتقها، ما معناه انه اني عندي هذه المشتقه اقدر اعوضها هنا، أنا اخليها بدل هذا الاشتقاق اقدر اخلي هاي قيمه المشتقه مثل ما دا اسوي هنا. اذا الفانكشن المضروبه بالتي والسالب طبعا حولته لهاي الجهه الاخرى، اذا الفانكشن المضروبه في التي قيمه المشتقه مالتها لللابلاس حتكون هنا. ارجع اسويها بالتايم دومين، انا هنا هي بالاس دومين، فارجع اسويها بالتايم دومين فحساوي لي هي الساين التي. حرجع اسوي الاف اوف تي على طرف واحد، اذا الاف اوف تي هي ساين التي على التي في السالب واحد. اوكي نفس الشيء هنا، انا اجي نفس المثال اشوف الاف اوف اس هي لين الاس سكوير زائد اثنين، اجي افكر اني هذا اللين انا اقدر اوجد المشتقه مالته، يعني اقدر اوجد الاف اوف اس المشتقه للاف اوف اس واللي يساوي لاثنين اس على اس سكوير زائد اثنين. تمام اذا نفس الشيء اعوضها بدل هذا القانون، اقول ماينس تي في الاف اوف تي هي يساوي لي المشتقه لها، فايش راح يساوي لي؟ اعوض بدالها اخذ اللابلاس ترانسفورم لها، اوكي يعني احولها للتايم دومين وارجع اعدل المعادله احول التي على هذا الطرف، فراح يساوي الاف اوف تي هو ماينس 2 في كوساين جذر 2 تي على تي. اشوف المثال الاخر اللي موجود كان هنا واللي حليناه بالبارشال فراكشن، ارجع احله بطريقه اخرى، اشوف انه هذا الحد اللي هو الاف اوف اس اشوف شنو هو، انه اني اقدر اكامله، يعني مشتقه البسط اوكي موجوده، ف الاس سكوير زائد الاربعه المشتقه مالتها هي شنو؟ هي 2 اس، فاذا طلعت 2 ماينس 2 خارج التكامل، فاجي اشوف انه تكامل الاثنين الاس سكوير زائد اربعه موجود اللي هو 2 اس، اذا انا هذا الحد اقدر اكامله، راح اجي اكامله ايش راح يساوي لي؟ حيساوي لي 1 على الاس سكوير زائد الأربعة. هذا الحد أنا إذا أجي أخذ أقدر أخذ اللابلاس ترانسفورم الانفرس لابلاس، فراح يساوي لي ساين الاثنين تي، يعني حرجع مرتلخ للقانون الأصلي اللي هو إذا كانت الفانكشن مضروبة في تي يساوي لي ماينس في المشتقة الاف اوف اس. زين أنا الاف اوف اس هذه إذا عندي المشتقة مالته هذا كلي تعتبرته أنه هو مشتقة الاف اوف اس، فحتى ارجعها ك f of s شو اسوي؟ راح اكامله. اوكي من كاملته معناها انا حصلت ال f of s، تمام راح يساوي لي اذا قيمه ال f of s اجي اعوضها هنا اللي هي منين جايه؟ من ال f of t. اوكي فراح يصير عندي هنا ساين 2 t في ماينس t اذا حولته للطرفين، فيعني معناها انه اذا كانت اني الاف اوف اس اقدر اشتقه، فاشتقه واخذ اللابلاس ترانسفورم له واضربه اقسمه على ماينس تي. واضح؟ اذا كانت الاف اوف اس تقدرون تكتبوها ملاحظه يمكم، اذا الاف اوف اس اقدر اني اشتقه، واضح؟ فراح اشتقه واحول الانفرس احوله للتايم دومين واضربه في ماينس 1 على تي. اما اذا اقدر اكامله الاف اوف اس اقدر اكامله، فايش راح اسوي؟ راح اكامله واخذ له الانفرس لابلاس ترانسفورم احوله للتايم دومين، وبعدين الناتج شو اسوي له؟ اضربه في الماينس تي، فاذا اقدر اشتقه راح اضربه بالنهايه على اقسمه على الماينس تي خلينا نقول، اما اذا اقدر اكامله فراح اضربه اكامله واضربه في الماينس تي. اكو سؤال؟
سوري أكو سؤال؟ ست الصورة ماكو تمام. للكل ست الصورة الصورة ماكو؟ ماكو موجودة. أكو عندهم الصورة واضحة؟ لو الكل ماكو عنده الصورة؟ لا ست الصورة ماكو، لا ست الصورة ماكو. تمام. هسه الصورة واضحة؟ طلاب تسمعوني الصورة واضحة؟ واضحة استاذ. اوكي ماشي. هي من البداية ما كانت واضحة لو هسه ما وضحت؟ ماشي راح ارجع اعيد. راح اجي اشوف هنا أنا من يكون عندي الاف اوف اس اني اقدر اشتقها، واضح؟ فحصلت على الاشتقاق للاف اوف اس، اجي على هذا القانون اللي عندي البروبرتي قد اذا مضروبه في التي فالاف اوف اس مالتها او لابلاس ترانسفورم هو ماينس مشتقه الاف اوف اس. زين اني الاف اوف اس مشتقتها موجوده هنا أنا وجدتها، فراح اجي اعوضها بهذا القانون نفسه. اوكي فايش راح يساوي لي؟ تي ماينس تي راح اجيبها هنا انا اوف تي يساوي لي 1 على الاس سكوير زائد 1 اللي هاي كلها تمثل لي مشتقه الاف اوف اس. راح اجي ارجعها للتايم دومين، واضح؟ فراح تصير عندي شنو هو؟ حيصير عندي مقدارها ساين تي. راح اجي بس اعدل المعادله فحقول اف اوف تي يساوي لي ماينس ساين اوف تي على التي. اوكي نفس الحاله هنا انا اشوف هم من الاف اوف اس انه اني اقدر اشتقها قيمه المشتق هنا انا اجي اعوضها نفس الشيء بهذا القانون اللي موجود هنا انا، فراح يصير عندي بهذا الشكل. طبعا ورا ما ارجعها للتايم دومين راح ارجعها هذا للتايم دومين، فراح يصير عندي يساوي هم انا اسويها بدلاله الاف اوف تي فقط فاقسمها على ماينس التي فصارت بهذا الشكل. فاني عندي الاف اوف اس اذا اقدر اشتقها راح اشتقها واحولها للتايم دومين وبعدين اقسمها على الماينس تي وبهذا احصل على الاف اوف تي. اما اذا كانت الاف اوف اس اقدر اكاملها، تمام؟ فاقدر اكاملها فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ارجع اكامله فراح احصل على الاف اوف اس نفسها. اوكي من ارجع احصل على الاف اوف اس فأحوله للتايم دومين وبعدين أضربه في الماينس تي بنفس الاعتمادي على هذا القانون. فهي ملاحظة يعني تقدرون تكتبوها يمكم، إذا أقدر أشتقها أشتقه وأحوله للتايم دومين وأقسمه على الماينس تي بذلك أحصل على الأف أوف تي. أما إذا أقدر أكامله الحد الأف أوف أس فرح أكامله أحوله للتايم دومين وبعدين أضربه في الماينس تي. أوكي أجي هنا أنا للبارشال فراكشن اللي طريقة تسهل لي للحل حول للتايم دومين. اوكي فعندي مثلا الاف اوف اس يساوي لي هذا الحد حتى احوله للانفيرس للتايم دومين، فاش راح اسوي؟ راح ابسط المقام فاش راح يصير عندي 3 اس زائد 7، فهنا انا احله بالتجزئة يصير عندي اس زائد 1 في اس ناقص 3 هذا الحد. راح اجي اقول بالبارشال فراكشن اسوي حدين كل قوس اسوي حد، فراح يصير عندي اي على القوس الاول اللي هو اس زائد 1 زائد البي على القوس الثاني اللي هو اس ناقص 3. اتوقع انتم ماخذين البارشال فراكشن بالرياضيات بالاول لو بالثاني، فيعني هذا شويه مراجعه لكم تقدرون ترجعون تراجعون البارشال فراكشن وتشوفون شلون تقدرون تحلون به. هسه ايش راح اسوي؟ الطرفين راح اضربهم بهذا الحد الاس زائد 1 في الاس ناقص 3. ايش راح يصير عندي؟ راح يروح طبعا بالنسبه لهذا الحد راح يبقى فقط 3 اس زائد 7 يساوي لي شنو هو من اضربها؟ فالاس زائد 1 راح تروح ويا هاي الاس زائد 1 راح يبقى الاي في الاس ناقص 3، بالنسبه للحد الاخر راح يبقى شنو؟ بي في الاس زائد 1.